تفاعلكم معانا في القناة، تعليقاتكم الجميلة اللي بتخليني أستمر في عمل فيديوهات. معانا النهاردة بنطلون ليجن أطفالي من سن سنة لحد 4 سنين. البنطلون الحمد لله تم تنفيذه بطريقة مبسطة وسهلة هتعجب حضراتكم. ناس كتير سألتني عن البنطلون الليجن، وفعلا هنا في المكتب، مكتب المهندس معايا في المصنع هنا، بيطلب مني كتير الليجن بأشكاله. في ليجن بيبقى سادة بيطبع عليه أو يتم عليه تطريزة. طبعا موديلات الأطفال خاصة البنات، طبعا الليجن مشهور بالبناتي، بيبقى فيه ممكن يبقى فيه تطريزة، في طبعة جميلة زي كده، طبعة رقيقة وسلسلة. أشكال البنطلون الليجن مختلفة جدا. احنا بنعمل في المكتب عندنا موديلات كتير للليجن، بس الأهم من الطباعة والتطريز، والأهم طبعا من كل ده التلبيس يكون مظبوط على الطفل. النهارده تم تنفيذ بنطلون الليجن من سن سنة ل4 سنين، وبرضه في الحلقة اللي فاتت نفذت في المكتب هنا الحمد لله، وهتشوفوها في القناة اللي متابعينا، من سن 7 سنين اللي هو المحير لحد 12 سنة. تم تنفيذ البنطلون بطريقة مبسطة وسهلة، تقدروا تستخدموها في مصانعكم. برضو البنطلون اللي انا عايز اقوله، ان بعد ما تمشي معانا خطوة خطوة ان شاء الله في البنطلون، هتقدر بعد كده تشكله، يعني تشكل اي موديل زي الموديل مثلا الموجود معانا على الماريكان اهوت. دوت عبارة عن بنطلون ليجن، في قصة بسيطة كده معمولة بترتر، ترتر اهوت يعني بيدي شكل جمالي للقطعة. فنيات بسيطة مادام الأساس معاك متوفر. طبعا ده شكل الجيب اهوت، الجيب مش شغال، بس طبعا الترتر بيدي شكل جمالي. البنطلون الليجن مش مقتصر على الطباعة أو التطريز بس أو يبقى سادة بس، لا، في أشكال جميلة تقدر تنفذها. وأنا بحاول إن أوفر على حضراتكم مجهود كبير جدا في عمل البطونات، يعني مش كل البطونات هتعمل لها بطون يعني من أول للآخر، لا، أنت ممكن بنفس البطون اللي تم تنفيذه من أول مرة تقدر تنفذ عليه أشكال كتير، وده اللي هنشوفه في الحلقات القادمة إن شاء الله. هنشوف تلبيس من مقاس سنة، سنتين، 3، 4، 5 سنين. طبعا الحلقة إن شاء الله تتذاع خلال ساعات، تقدروا تتابعوها. اهو ده سنة، 2، 3، 4، 5 سنين. وفي الفيديو اللي فات المحير ده بالنسبة للصدر اهوت، تقدر تعمل عليه طباعة زي كده او تطريز. البنطلون سهل ولذيذ يعني في شغله، بتفادى مع حضراتكم اي اخطاء تواجهكم في عمل البنطلون. اهوت ده اللي هتشوفوه بعد نهاية التدريج او التسرية. بالنسبة للظهر 5 مقاسات، مقاس 1، 2، 3، 4، 5 سنين. الفرق في الاطوال 3.5 سم، وطبعا سنتي في الجنب. والتدريج بيبقى بالشكل دوت اهوت، تنزل سنتي، وهتشوف الفيديو تقدروا تنفذوه خطوة بخطوة.
وقبل ما نبدأ في عمل الفيديو بذكر حضراتكم بالاشتراك في القناة اللي مش مشترك معانا ويفعل الجرس، وياريت فضلا من حضراتكم عمل مشاركة للفيديو علشان نفيد أكبر عدد من المشاهدين. دعواتكم الجميلة وتعليقاتكم الجميلة ببقى مبسوط بيها جدا، وهي اللي بتديني الحافز ان انا استمر في عمل الفيديوهات. طبعا ده الكاميرا اهوت والخيالة بتاعت الجيب، ده بنطلون سادة اهوت، ده بنطلون سادة تم تنفيذه برضه في الحلقة اللي فاتت، وتم تنفيذ اللي ممكن تعمل عليه تطريزة، ممكن تعمل عليه شريط زي كده اهو، ده بيتباع، الاكسسوارات دي بتتباع جاهزة، تعمل لطش، بتغير من شكل البنطلون خالص، تدي شكل جمالي للبنطلون. طبعا الاساسيات البنطلون دوت يعني اللي مفيش اطفال يستغنوا عنه، المصانع معظم مصانع كتير مهتمية بتصنيع البنطلون الليجن او الجينز، في بعض خامات الجينز ذكرتها عاملة زي الليجن، وتقدروا تنفذوا البنطلون، بس طبعا لازم تعمل عينة لان الليجن في خامات بتيجي مش معالجة للانكماش، الانكماش بتاعها عالي جدا، في خامات بتنزل مقاس واحد، يعني لو ده مقاس مثلا 30 صافي فانا بعمل البنطلون بزود سنتي وسنتي 32 على اساس بعد ما تتكوي القطعه، بعد ما تنتهي من عمل العينه او الشغل تتكوي بترجع 30 لو انت عايز الوسط يصفى 30، وفي بعض الخامات بتكش في الطول مثلا سنتي او 2 سنتي، تقدر تنفذ العينه الاول وتعرف عيوب الخامه اللي معاك ومميزاتها. في خامات معالجه ضد الانكماش، فطبعا انت بتعمل العينه الاول وبتدرس الخامه علشان ما تقعش في اخطاء، في ناس كتير بتقع فيها، بيعمل البنطلون صح والتلبيس صح والخامه ممكن تخدعه بعد تقفيل الشغل في المكوى، خامات بتكش، حاجات بسيطة بترجع لخبرتك في المجال والممارسة. وطبعا ان شاء الله في القناة معانا في مكتب المهندس مش هنبخل عليكم بأي معلومة، هنفيدكم بكل خبرتنا في مجال الملابس، واشكر حضراتكم مرة أخرى على تفاعلكم معانا في القناة، وبنتظر من حضراتكم المزيد لعمل مشاركة للفيديوهات وإعجاب للفيديوهات علشان نقدر نحقق أكبر عدد من الفيديوهات، وإن شاء الله في جديد معانا في القناة، انتظرونا إن شاء الله في حاجات أفضل تفيد حضراتكم. في كورس إن شاء الله هيبدأ من المبتدئين من الصفر إن شاء الله للإحتراف التام، هنوصل مع بعض لمستوى عالي جدا في عمل البطلونات. دعواتكم وتشجيعكم لينا هو اللي بيخلينا نستمر، في ضغط جامد عندنا في الشغل في المكتب، بس أنا فعلا مهتم بإخواتي وأصدقائي في القناة بسبب تفاعلكم معانا، وأشكركم مرة تالتة على تعليقاتكم الجميلة. نبدأ نشوف عملنا ازاي البنطلون الليجن سن بيبي أو سن سنة، هنقول بيبي سنة لأن ممكن سن سنة دوت في بعض الأطفال ما شاء الله ممكن يبقى صغير عليهم، الأحجام الطفل بيختلف طبعا حضراتكم عارفين الكلام ده، ممكن ده يلبس 8 شهور، بس عموما تلبيس سنة للمقاسات دي ممتاز. لو حضرتك ليك تسويق معين او زبون معين
او طفل معين انت عايز تعمله تلبيس تفصيل خاص، تقدر تعمل المقاسات اللي انا عملتها دي بالظبط كده من سن 7 لـ5 سنين، وهتحدد توصل للافضل في تلبيس البنطلون. المهم يبقى معاك الاساس والطريقه الصحيحه اللي تقدر تساعدك على تنفيذ البنطلون. طبعا انا في بدايه الفيديو بدات بتاسيس البنطلون، ده الاساس بتاعه، ده الكورساج الاساسي او اساس البنطلون، صدر وظهر. عملته بطريقه مبسطه وسهله، وبتفادى بعض الاخطاء اللي الناس بتقع فيها. او انا شخصيا في بدايه عمل البطونات كان في مشاكل بتقابلني في عمل البنطلون. الحمد لله بخبره سنين في المجال والاحتكاك بالمصانع والورش وتعليقات اخواتي واصحابي من صحابات المصانع التلبيس العملي، تفاديت كل الاخطاء وجبت لحضراتكم افضل ما عندي في عمل البنطلون اللي بيتم في قصه بكميات كبيره في المصانع. اهوت القمر. ولو عند حضراتكم اي سؤال او اي حاجه تفيد حضراتكم، يا ريت تسيبوها لي في التعليقات، ان شاء الله نرد على حضراتكم ونبدا عمل البنطلون البيبي او الاطفالي من سن سنه بتدريجه. في الحلقه اللي فاتت تم عمل المحير من سن 7 سنين او 8 سنين لحد 12 او 13 سنه عفوا. فان شاء الله يبقى كده تمينا عمل، شبه بيتم عمل سلسله الليجن من الحريمي، طبعا موجوده على اليوتيوب، الحريمي وتعشيق بنطلون الحريمي وقصه. فان شاء الله كده سلسله الليجن، الناس بتهتم بالبنطلون الليجن يتابعوا الحلقات، يقدروا ينفذوا معظم موديلات الليجن. ان شاء الله نفيدكم اكتر واشوفكم على خير، ونبدا بينا عشان انا طولت على حضراتكم في عمل البنطلون الليجن.